خلاص الاصابات تتفاقم وتبقى مشكله كبيره جدا. ومنتخب اوروجواي كمان بيلعب بقوه بدنيه كبيره جدا، يعني هم عندهم اثنين بالذات اللي ورا اثنين ثنائي خط الدفاع ديجو جودين وخوسيه خيمينيز، الاثنين دول مساكين اقوياء جدا وبيلعبوا في اتلتيكو مدريد الاسباني وعندهم بياكلوا الرجلين جسمانيه فبياكلوا في صعوبه لو صلاح لعب في اتلتيكو مدريد اللي هو اتلتيكو مدريد ده ملك الاماكن بالظبط هم ملوك الدفاع. لا هو اتلتيكو مدريد ده بص اي فرقه بتلعب بتعمل مدافعين خطيرين جدا البطل هم بطل الدوري الاوروبي طبعا اتلتيكو مدريد، وبعدين في تفاهم وانسجام بينهم استاذ عبد الناصر لان هم بيلعبوا في الفريق وبيلعبوا في المنتخب، فتخيل على طول بيلعبوا جنب بعض فبالتالي فاهمين بعض بشكل كويس جدا، والاثنين كمان ثنائي خط الدفاع برضو بيتقدموا في الكرات العرضيه يعني بالظبط حته الضربات الراس كويسه جدا طبعا هتبقى مشكله. طيب خلينا ناخد هم لعيبه مميزه وتقيله جدا في القائمه. تمام ابرز اللاعبين احنا اتكلمنا عن سواريز وكافاني لكن في مجموعه كبيره جدا برضو ممكن نتكلم عنها. تمام يمكن منتخب اوروجواي عنده مجموعه من لعيبه مميزين جدا تحديدا يمكن ثنائي خط الدفاع ديجو جودين وخوسيه خيمينيز دول من ابرز اثنين لعيبه متواجدين في منتخب اوروجواي مدافعين مساكين اقوياء جدا والاثنين بيلعبوا في نفس الفريق اتلتيكو مدريد الاسباني فبالتالي في تفاهم وانسجام وتجانس بينهم بيلعبوا في نفس الفريق وفي نفس المنتخب كمان ويمكن قيمه كل لاعب منهم 35 مليون يورو وبيتقدموا كمان الاثنين دول برضو من العناصر المهمه في ضربات الراس يعني هم رغم ان عندهم لويس سواريز وادينسون كافاني بيمتازوا جدا بضربات الراس لكن بيتقدم كمان ديجو جودين وخوسيه خيمينيز في الضربات الركنيه والكرات العرضيه وبيلعبوا ضربات راس بشكل كويس جدا عندهم كمان لاعب في خط الوسط ماتياس فيتشينو ده بيلعب